دكتور سامح والدكتور ايمن زودي وبتاع بيموهوا عشان ابص كده ما اشوفهمش وبعدين الاقيهم نقلوا الناحيه. شيماء برضو مستخبيه ورا. صباح الخير جميعا. النهارده الحقيقه هنتكلم في صلب الموضوع بتاعنا، لانه المحاضرتين الاساسيتين النهارده طبعا هنستمر لغايه ثالثه ورابعه او ما نستمرش على حسب الوقت اللي هنحتاجه في المحاضرتين دول بالذات، لان بعتبرهم فعلا هم العمودين الاساسيين للعمل اللي احنا لازم نعمله. واحده منهم عن السامبلز والسيرفيس. يعني هذكركم كده، احنا بدانا الاول بالكلام ان احنا مش هنقعد نقضي وقت كتير على نتعلم ازاي نحسب الستاتستيك ده او الستاتستيك ده او الدايمنشن ده، بس لازم تفهموه. وبعدين دخلنا على اساس ان احنا هنعمل ابعاد قياسيه لحاجات معينه والمقاييس المختلفه، وقلنا فيه الكاردينال او النومينال سكيل ده، لما اقول كور حمراء وكور خضراء، اقول واحد متجوز واحد مش متجوز، دي كاتيجوريز ما فيهاش اي فورم اوف رانك، في حاجات فيها رانكينج ولكن ما لهاش ريل دايمنشن زي ما اقدر اقيم ناس واقول ان فلان ده احسن من فلان. طب احسن بقد ايه؟ دي حاجه ثانيه. وبعدين في انتربل سكيلز اللي هي السكيلز اللي اقدر اقول فيها زي مثلا درجات الحراره 20 درجه و40 درجه، انما الصفر بتاعها مش متفق عليه. الصفر بتاعها مش متفق عليه. وبعدين في بقى الريشيو سكيلز دي اقدر استعملها في كل حاجه اللي هي القياسات العاديه، وممكن ان احول، خدوا بالكم، ممكن احول كاتيجوري سكيل زي الى ريشيو سكيل، ان اقول مثلا عدد الناس المتزوجين وعدد الناس اللي غير متزوجين، العدد ده از ريشيو سكيل لانه ماشي من زيرو، ممكن يبقى زيرو وبقى 150 الى اخره. فالعدد ده از ريشيو سكيل، الكاتيجوري نفسها ما هياش ريشيو سكيل. ريشيو سكيل بيسمح بجميع الماثيماتيكال اوبريشنز بتاعتها وكل الستاتستيكال اوبريشنز بتاعتها. اتكلمنا على المين والمود والميديان، وبعدين اتكلمنا على بيلدينج ان اندكس، ومشينا على الاي كيو والبوفرتي اندكس، وبعدين رحنا على قضيه الاورجنايزيشن اوف داتا والكوريليشن والكوزاليتي. والقاعده الاساسيه فيها كانت، مين فاكر القاعده الاساسيه فيها؟ Does not imply causality, but every causality has a strong correlation, not every strong correlation has a causality. Causality فيها directionality، يعني ان ده causes ده. عشان اوصل لكده لازم I need very special research designs، وده هو الجزء الثاني بتاع النهارده اللي هنتكلم فيه اللي هو research designs. وانه زي ما قلت لمحمد ابو شقره، it may look سهلة في الاكزامبلز اللي بقولها لك، انما في الطبيعة مش هتبقى سهلة الحاجات دي. وديتكم مثل واحد اللي هو يعني تفكروا فيه بتاع ال warm teachers وال responsive students، which is it that elicits the other يعني. Could be both. They would be compatible with the statistics. وبعدين يعني اتكلمنا في ال probabilities، في البروبابيليتيز بقى مشينا مشوار لا بأس به على البيرثدي بروبلم وعلى الكاردز وعلى الدايس وعلى حاجات كتيرة، وبعدين منها جينا على الستاتيستكس. الستاتيستكس ار ان اسينشال بارت في الـ يعني ما حدش يقدر يتخيل ان احنا نشتغل statistics من غير probability. probability underlie everything else. و most of the time يعني ال fundamental issue اللي قلت لكم عليه كذلك، انه لو انا بقيس حته خشب زي دي كده اهو، انا اهوت
هستعمل مسطرة، مش هستعمل ترمومتر، مش هستعمل I have to choose the right tool. اقدر ازود الاكيرسي بتاعتها، بس هل فعلا انا لو جايب نجار يشتغل لي على دي هحتاج اجيب ليزر ولا يكفي مسطرة؟ هو الواحد لازم يختار التول الابروبريت فور وات ام دوينج. مش عايز ذا بيست اوف ايفريثينج، بيست وات فور. لو عايز ادور على المايكرو مليمتر ديستانسز احتاج لحاجه بري اكوريت، انما عشان حاجه زي كده ات كان بي ريلاتيفلي ان اكوريت. انما زي برضو ما قلنا عشان ازود الاكوريسي بتاعتي مش هقعد اقيس الخشبه دي 100 مره واخد الافريج بتاعها. بينما في السوشيال فينومينا يس I will observe the social phenomenon many times وهاخد كل الobservations دي وهقدر اخد قياس على المجموع that will be more accurate. والقياس ده هيبقى شكله ايه؟ ال bell shaped curve بتاعتنا، ال Gaussian curve، bell shaped curve، ال normal curve، ال Z curve، مش مهم بيسموها ايه، انما هي الكيرف دي وفيها صفات كبيرة جدا اللي هي اساسا انه لما بحط المين في النص طبعا هو الهامب ده هيبقى دايما هو المود. if it's symmetrical يبقى هو ايضا هيبقى المين والميديان. انما لما احط المين في النص على plus or minus one standard deviation عندي two thirds of the observation. plus or minus two standard deviations I have a 95. three standard deviation I have 99.7% of the observations. وده no matter what the distribution is، يعني ممكن يبقى مفلطح كده وممكن يبقى tight جدا وممكن يبقى doesn't matter. ال qualities دي في ال curve remain the same. وthat's a fundamental thing هترجع كتير قوي معانا في حاجات كتير قوي. فلو نكمل بقى النهارده بعد ما كلمنا خلصنا probability امبارح اتكلمنا شوية على الزي سكورز، النهاردة بقى هنتكلم على الـ samples or surveys والـ research design. فthis is where we are now and this is where I would like to start. اللي مش فاهم signal we need، انا عايز الفرشة بتاعت المحاضرتين دول بالذات تبقى extremely solid with everybody. samples and surveys research designs. Okay, we're going to start the course بتاعنا اهو في كل دول. We are now halfway through the course and we are going to start on samples and surveys. And it is the most studied and written about topics in statistics. انا على فكره بفكر لكم في بعض الهاند اوتس، بوزعها لكم بعد الكورس كده كريمايندرز هاند اوتس، انما اساسا لانه سيرفي اناليسيس يعني ما اعرفش اقول لكم ايه، في كميات رهيبه من الكتب على الموضوع ده. ف most of them are quite standard, most of them cover the same thing. So برضو no textbooks, just follow the presentation. Why do sample surveys خالص؟ Why bother؟ It's a good answer. اساسا This picture is very, very, very important. تقولي شو في عندنا the population كلها كبيرة كده، في ناس كتير أوي. We want to know something about these people. بناخد selection وعندنا sample صغير much smaller أقدر أشتغل بيه. فwe have these to work with فI analyze them وبوصل إلى a sample statistic. خدوا بالكم بقى من الحته دي، الحته دي sounds very simple بس ايه ممكن الواحد يتدحرج فيها. sample statistic وعلى فكره ال usually مثلا لو خدت ال sample mean، المين بتاع ال sample بنسميه اكس بار كده زي ما انتم شايفين. from that sample statistic I infer I infer بستنتج ان ال population parameter هو المين بتاع ال population دي كلها is mu. وبقول ان ال population دي المين بتاعها is mu.
statistic ده حاجة أنا بحسبها based on that sample. بحسبها من السامبل وبيز عن الطريقة اللي جبت بيها السامبل وحاجات زي كده بقدر احط عليها ايرور تيرم وكونفيدنس ليفلز وبتاع ومش عارف ايه، انما اساسا انا بحسبها عشان اوصل لدي. Don't confuse between population parameters و sample statistics. دي حاجة ودي حاجة. تفاصيل صغيرة مش مهم دلوقتي تنسوها، بس تفتكروا بس إن انها لها ريليفنس. لما قلت لك على الزي سكورز نورماليزيشن والزي سكور، قلت لك انه ده بيحتاج نوينج ذا بوبوليشن بارامتر عشان بتحط البوزيشننج بتاعك ان دايمنشنلس كواليتي ريليتد تو ذا ستاندرد ديفيشن اون ذا بوبوليشن بارامتر نوت اون ذا سامبل ستاتستيك، ولا ما زودتش كتير. ف ما تخلطوش ما بين دول، ده اللي احنا بنقعد نحسبه وده is what we infer. فدي نقطة. I know ساعات بقى يعني ابقى عارف ده من ايه؟ اعرفه من ان في census. census اللي هو المفروض بقى قست فيه كل واحد، بيتعمل مثلا مرة كل 10 سنين تعداد كامل، ويجري بقى معاه صفات كثيرة جدا، ما بيبقاش single question. يعني لما بيعملوا سنسس بيعملوا سنسس يعني بياخدوا اسئله كتير جدا. هنشوف السنسس في اليونايتد ستيتس اللي بيطلع كل 10 سنين ده في كميات رهيبه، مش بس على البوبوليشن وعلى الكاركترستكس وعلى الاديوكيشن بتاعتهم وعلى احصاءات كثيره جدا. فبيبقى اذا ساعات بيبقى عندي الفريم ده معروف وساعات مش عارف. الصوره دي الحقيقه انا عايزكم كده في ذهن الواحد دايما. في population باخد منها سامبل، السامبل ده بطلع منه الستاتستيك، الستاتستيك ده بعمل inference على qualities لل population as a whole. هو ده الفكرة الأساسية. easy said difficult to do. نتكلم بقى ازاي هنعملها دلوقتي. So what we need to discuss today is how to undertake sampling. الحتة دي أنا هنا كاتب random selection. How do you end السامبلينج ده هيتعمل ازاي؟ اختار السامبل ده ازاي؟ وبعدين بعد كده and how to do the actual survey. Let's start with some definitions. عايز اقول شويه كلام على الداتا والفاريبلز والستاتستكس والبارامترز. عامة what is a variable؟ لان طبعا في كل الكلام ده هتسمع variables 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 وديبندنت فاريبل وانديبندنت فاريبل وكونتينيوس فاريبل وديسكريت فاريبل وكل الصفات. طب وات داز ات مين يعني؟ ا فاريبل از ان اتريبيوت ذات ديسكرايبس سمثينج، ا بيرسون، ا بليس، ا ثينج، ان ايديا، ايا كانت. ذا فاليو اوف ذا فاريبل سميها فاريبل كان فاري. فاري فاريبل سهله دي. الفاريبل كان فاري فروم وان انتيتي تو انذر. وعندنا حاجتين، في qualitative variables اللي هي اساسا الحاجات الكاتيجوريكال، انا مصري وده صيني وده امريكاني، او الكور دي حمراء والكور دي خضراء، ودي qualitative variables. وفي quantitative variables. quantitative variables بتتخذ قيمه رقميه، قيمه رقميه. فمثلا تعداد مدينة اسكندرية بيتغير، السنة اللي فاتت كان كذا، السنة الجاية هيبقى كذا. It's a variable بس it's a quantitative variable. Quantitative variables من نوعين، في continuous variables وفي discrete variables. ال continuous variables أساسا can take any value ما بين Emmanuel maximum and the minimum. يعني لما بقيس مثلا، افرضوا ان انا هاخد الناس كلها اللي هنا في الصاله دي وهنقيس الهايتس بتاعتنا مثلا كام سنتي، ال 145 وال 195 والبتاع، وما بين دول في رينج بقى ممكن يبقى 172.45 ممكن يبقى يعني وات ايفر ديبيندنج اون اكيرسي. ذا ويت لو قسنا الهايت والويت مثلا بتاع everybody
هنلاقي دي continuous variables within a range. Population of a city is a continuous variable within a range, والرينج ممكن يبتدي من zero. فبنمشي في الحاجات دي بقى. Discrete variables must have an integer value. Integer value يعني ايه؟ يعني زي مثلا لو انا بعمل coin toss زي اللي كنا بنعمله. How many times can I get ahead? Well, 2, 3, 5, 6. بس عمره ما هيطلع ايه زي 2.7. It's either 2 or 3. ال discrete variables بتنط كده from one condition to the next condition. لا. Male and female is a qualitative variable. It is not quantitative. It's a choice. زي الجنسية، زي ال color of the balls. It is a qualitative variable. يعني هي هنا داخلة في ال qualitative. داخل ال quantitative ما هو ممكن number of tosses ممكن يبقى كبير جدا، ممكن يبقى أقل قوي، بس طبيعة النقلة اللي جواه ما هياش continuous، ما هياش حاجة تقدر تلاقي تقسيمات كثيرة جدا جواه، يعني هتبقى ماشية واحد اثنين ثلاثة وهكذا. إنما تقدر تقول قريب من الكلام اللي أنت بتقوله population. population ما تمشيش بنص فرد، هتبقى يعني كم واحد في الفصل ده ممكن نزود العدد اللي فيه أو نقلل العدد اللي فيه. فده quantitative variable، نعد الناس، احنا 81 ممكن نبقى 82 ممكن نبقى 84، انما مش ممكن نبقى 81.7. ال continuous variables انما لو بقيس وزن حد او طوله ممكن يطلع 172.3 مللي. ال continuous variables فيها الرينج كله continued. Discrete variables بتمشي كده in complete integers. زي بقول لك tossing a coin. How many heads can you get in tossing? I can get 1, 2, 3, n number of heads. انما I can't get 2.5 ولا 3.7 heads يعني. بتمشي كده. ونفس الحكايه بالنسبه للpopulation مثلا. population 1, 2, 3 بتبقى it's. فit is a quantitative variable بس the nature of it is discrete. نستعمل discrete variables دي لها قيمة أخرى في السوشيال ساينسز وأنا استعملتها كتير قوي. يعني هنا خدوها مني الحتة دي، دي ماثيماتكس شوية. إنما لما هعمل موديلنج، لما بعمل موديلنج ال continuous variables بيبقوا we use differential equations، وال discrete variables we use what is called difference equations. بنجمع حاجات. اهم حاجه فيها الديسكريت ده هي ان احنا بنقدر to assume ان you move from one state to the next state كده in a jump which is close to these discrete variables. يعني I can say ان now I was in a state where I've had two heads وبعدين the next state after the next coin toss I either still have two heads or I have three heads. I gain three heads. فدي مش هتيجي كده with a continuous phenomenon. لا، number of women giving birth is probably continuous through a year. بس احنا بناخد بقى في الحاجات دي it makes a difference if you are using average. يعني if you look مثلا at fertility as a variable. Fertility is generally defined as the number of live births for a woman during her lifetime between ages 15 and 40. بحسبها 40. في هنا عندنا الاساتذه الكبار عارفين ال definitions دي. فيعني النت ريزلت اوف ذات بيبقى مثلا نقول ان الافريج فيرتيليتي في البلد ده هي
was 5.2 ونزل 4.3 ودلوقتي بقى 2.1 وهكذا. ف زي ما قلت لكم خدوا بالكم ان في qualitative variables that can be transformed into ratio scale variables if you're measuring the number of respondents who are married, the number of respondents who are not married. The number of respondents itself is susceptible to being measured, انما the quality itself cannot. طيب انا هديك كده بس سؤال تيست صغير. Three statements. Which of the following statements is true? All variables can be classified as quantitative or categorical. Categorical variables can be continuous variables. Quantitative variables can be discrete variables. Which is true and which is false? I ask. Number two is? Two is false. The categorical variable cannot be a continuous variable because by definition it is categories. Inama quantitative variables can be both discrete and continuous. All variables can be classified as quantitative or categorical. على كل حال, this is just a quick one. Keep you refreshed. لسه مش معانا؟ طيب نرجع تاني, نرجع تاني. أنا أساساً هبتدي classification نمرة واحد. عندي qualitative variables اللي هم categorical variables. عشان ما نخشش married unmarried اللي هي just one pass fail one thing. قول core بلياردو وباخد جرين وبلو وريد وابيض وبتاع, فعندي اعداد يعني I have a lot. But they are qualitative variables. There's nothing that can take me from the red ball to the green ball in between كده, ما فيش حاجه يعني it's either red or green. اقدر اعد عدد الكور الريد وعدد الكور الجرين, اما الكاتيجوريز نفسها don't lend themselves. الكاتيجوريز دول هيبقوا بالضروره qualitative وبالضروره هيبقوا of a discrete nature. الquantitative variables عامة are numeric, الأرقام. والأرقام دي ممكن تبقى continuous يعني تاخد 2.3 و 5.7 و 6.1 وحاجات كده, أو إنها تبقى 1, 2, 3, 5, 10 إلى آخره. This is a subcategory. Okay? Now we're going to proceed now. يعني let's not rush لأن بنبني زي اللايرز كده, بنحط اللاير واللاير اللي بعديه بنتكلم فيها. طيب. لو أخذنا two snapshots between states, discrete variables بتخلي الواحد ينقل من one state to the next. Continuous variables can be smooth. دورت عشان to convey this. A fish and the bird. برضو البيرد طايرة, خدوا بالكم مش swimming يعني. إنما يعني عدد منكم لسه في الفيش تحت دلوقتي. فاحنا ايه؟ دي is a discrete state. It's either a fish or a bird. On the other hand, this is a continuous variable. Where does the fish end and the bird begin is much harder to tell. ده بقى إن شاء الله نتيجة المحاضرات بتاعتي, أنا بطلعكم في الحتة دي دلوقتي وعايزين نوصلكم اللي تبقوا flying كده, تطلعوا من السينكينج تحت ده نطلع فوق. This is, على فكرة, one of the many, many, many drawings of Martin Escher. وريتكم صورته قبل كده. Discrete, continuous. Clear? لا,
La absolute value is something else. Absolute value usually means it's the value net of the sign بتاعها. Absolute value, Omar, is without the plus or minus sign, yeah, usually. And it is designated by two vertical bars around the external variable. أنا بستعمل يعني في حاجات بتبقى فينومينا زي دي إنما it is easier to deal with them that way because they lend themselves to the reality of the social phenomenon. فأنا اشتغلت كتير في labor market modeling والحاجات دي ومن الحاجات اللي عملتها يعني a very good example of something that is sometimes continuous but it can be treated really as a discrete variable is students leaving school and entering the labor market. فليه بقول الحكاية دي؟ لأنه طبيعة العمل المدرسي إنه الناس بتمتحن آخر السنة وبتعدي من سنة لسنة. فأكشولي this is the conceptual design, دي الحاجة اللي هنعملها بعد ما نخلص الـ research designs of how I visualize an education training system. What you have here is an entrant into a school system who's in grade one, let's say, or of that في الجامعة مثلا or whatever it is. وبعدين على نهاية السنة دي في four possible outcomes غير ان هو entrant in. في انه ممكن يعيد السنة. وفي ان هو خلص وجوز اون للسنة اللي بعديها. وفي ان هو خلص لكن لأسباب ما ترك الدراسة. وفي ان هو ترك الدراسة من غير ما يخلص السنة. But these two points in our, as a dropout from grade one or a completer of grade one, بيخش في labor market هنا. If you repeat العملية دي, تبقى ماشية كده على طول, كل واحدة من دول ماشية بنفس الطريقة زي دي. غير ان عندي possible new entrants جايين في system from transfers, ناس كانوا اهليهم في الخليج ولا في الاردن ودخلوهم في السنة الدراسية ودخلوا في الجامعة بالمعادلة whatever it is. الستراكشر دي implies انه الستيت هيفضل زي ما هو during the whole year وحاجي على اخر السنة بعد يونيو اروح ايه اسيوم ان مين اللي هيعيد ومين اللي هيترقى ومين اللي هيسيب ومين اللي تسرب اثناء السنة. I take it as a snapshot بالشكل ده. It is a good approximation of reality. Even though في ناس بتتسرب أثناء السنة وفي ناس ممكن إنها تخش أثناء السنة يعني في حاجات تقدر تحصل إنما دي marginal. لما بعمل conceptualization بالشكل ده بقدر أستعمل الأرقام ده هي كلها من سنة لسنة وعشان الشكل ده أقدر أستعمل حاجة بنسميها الماركوف تشينز مودلز. Markov chain models ان انا بحط بقى percentages على كل الحاجات دي based on prior observations how many will repeat how many will promote how many will drop out after completion how many will drop out من غير ما يعملوا completion based on statistical evidence موجودة عندي قبل كده و expectations of policy اقدر اعمل التوزيع ده واشوف بعد كده عدد الطلبة اللي عندي بقى الانترنس اللي هنا عدد الجراديوتس هيطلعوا قد ايه ال efficiency بتاعت السيستم by how many people repeat in it, the losses بتاعت السيستم leakage بتاعه كم منهم هيطلعوا من غير ما يخلصوا الدراسة كل الظواهر دي ودي ظواهر اجتماعية هامة can be studied in this way. The mathematics of these models is based on being able to move from states with percentages and so on that you put against كل الكيرفات دي. ف sometimes الواحد لما بيعمل هيعمل موديلنج او هيعمل تصور يفكر ويعمل simplification because it will be close enough to what I need to do. ممكن جدا ان انا بعمل كيرف انت شفته في الاجريشن لاينز كده عندي نقط كده وفي خط فيها خط فيها ده بقول I am going to assume that it is linear. Well, maybe it's not quite linear, maybe it's a little bit curved like that.
but it's close enough to linear for my purposes. الرينج الحته اللي بشتغل فيها is likely to be in that linear phenomenon, so I can choose that. When you choose that, you can use certain mathematics. If you use something else, في other mathematics to be used. And you shouldn't mix between the two. أيوة ده مربط الفرس. You shouldn't mix between the two. لازم الواحد يبقى عارف what you're doing, what you're choosing, how you're simplifying. لأنه احنا بنعمل simplified representation of reality. Reality is incredibly complex. That's just an example. Let's get back to the issue of data collection. Data collection بقى بنعمله ازاي؟ Four main methods of data collection. Census. نروح نقيس كل فرد في البلد. في البوبوليشن، whatever the target population is يعني البلد كلها، المدينة، الجامعة، المؤسسة اللي احنا فيها، البيرسونال ديبارتمنت بتاعنا يعمل لنا complete census بتاع كل الستاف بتاعنا، which we should have طبعا يعني. The census, however, is not practical in many studies, if not all studies, because of cost and time. And that's why we go to sample surveys. You just cannot do a census every time. Why it's not required? يعني عشان تخيلوا مثلا لو في أمريكا دلوقتي هيقعدوا يحاولوا كل مرة عشان يعملوا أوباما رومني approval ratings يعملوا census كامل لأمريكا، طبعا في استحالة. انتخابات حقيقية، هيعملوا انتخابات حقيقية مرة واحدة. انما عشان tracking how the opinion is shifting over time بيعملوا sample surveys. You do a sample survey, it's a study that obtains data from a subset of the population. بناخد subset بتاعها، subset بتاعها بندرسه ونطلع statistic، ومن ال statistic we infer the population. لو اشتغلت غلط طبعا هيبقى خداع. لو اشتغلت علميا زي ما انا بعلمك كده لا مش هيبقى خداع. هيبقى quite accurate يعني. ما انتخابات مصر انا جاي لها دلوقتي. في بعد كده حاجه ثانيه بقى، وهو بعمل experiments. Another way of obtaining data is experiment. Experiment بعمل pilot لنيو teaching technique في المدارس، بعمل clinical trials على دواء جديد. هنا I try to understand cause and effect relationships. أنا عايز مثلا أتأكد إن الدواء ده بيجيب النتيجة المرجوة بتاعته، أو إن الدواء ده ما بيجيبش السايد إفكتس المشؤومة اللي إحنا مش عايزين نتجنبها. عايز أتأكد إن طريقة التدريس دي هتجيب تحسن في أداء الطلبة. هنا we are if you want to know cause and effect لازم هتعمل experiments. كده generality on correlation زي ما قلنا ايه، هتلاقي pirates و global warming وهتلاقي bottled water و murders وحاجات كتيرة مش ماشية مع بعضها، او ماشية مع بعضها وملهاش معنى مع بعض. فعشان اعمل proper، وده بقى اللي هو المحاضرة اللي جاية ليها research designs بقى، ازاي نعمل experiments محكمة واقدر استنتج منها اللي انا عايزه. في الاكسبيرمنت دي المفروض ان انا اقدر اوصل ان انا لو عملت الشغل بتاعي مظبوط وقلت ايوه الدواء ده هيعالج الناس والنيجاتيف سايد افكتس بتاعته قليله جدا، انه لما هيطبق على البوبوليشن كلها اللي شفته في الاكسبيرمنت ويل ابلاي ويل اوبتين ان ذا بوبوليشن از هول. لو صلحت التدريس بالطريقه دي أداء الطلبة هيتحسن 20% أو 30%. أنا عملته في ال 35 مدرسة دول، فلما أعمله على ال 45,670 مدرسة بتوع مصر we should still get 20% increase في student performance. The observational study is different.
انا بضطر اما انه it's out of my hands ومضطر ان اعمل observation على اللي موجود. محافظ هنا عمل حاجة مختلفة عن المحافظات التانية، رحت شفت بيعملوا ايه في هنا وقست اللي بيعملوه في هنا وجيت اقارنه بالمحافظات التانية واستنتجت انه والله ده بيعملوا حاجات كويسة هناك عايزين نستأنس بها في المحافظات الاخرى. بس هنا I had no control على ولا التجربة اتعملت ازاي ولا فين ولا مين ولا في كنترول جروبس ليها ولا في بري تيست ولا في بوست تيست ولا حاجة خالص. ده observational study. انما you can get insights from observational study. But you cannot say ان والله محافظ هنا عمل كده ولو نقلناها للمحافظة التانية دي هتنجح. جايز ما تنجحش. جايز ان في اسباب معينة في هنا مش موجودة في اسكندرية مثلا وبالتالي انه ده اللي ينجح انا ما ينجحش انا مثلا يعني. فدي نقطة مهمة جدا وتؤدي الى ان الobservational study has limitations. It is useful ولكن فيها limitations. الكيس study is basically the observation of one case. The observational studies دي كلها do not بالاحمر ايه capital letters احمر allow you to generalize the findings وتقول ان اللي شفته هنا ممكن ينطبق. والعالم المظبوط بيبقى عارف الكلام ده. واللي منكم يجي له الفرصه زي ما انا جالي ان اقرا الرساله بتاعت الدكتور ايمن زهدي وهلاقي ان هو كاتب الكيس ستادي بتاعته observation of 242 cases of migrants plus a special subgroup لوحده له additional cases وجا كده بقى ايه عشان اطلع منها recommendations for policy I need a different research design غير اللي موجود ده. الشغل العلمي مظبوط انه you have to recognize you need to establish cause and effect you need to have controls you need to have confidence levels in what you're doing and this is where probability and statistics comes back in and you cannot have that confidence level. طيب ايوه كل حاجة. ما هو انت population ده is a generic term يعني قاعد اقول the population of buildings housing stock ده في كام dilapidated building وفي كام مش عارف ايه وفي كام ايه وفي كام ايه ده انت بتروح تعمل observation في كل واحدة مش ضروري ان يبقى بشر يعني بس احنا بنتكلم social statistics فهو اساسا بنتكلم في البشر يعني وبعدين يهمني مثلا ان اعرف حتى في الهاوزنج مين ساكن فين وانواع الفاميليز والكراودنج بير روم والهيلث كونديشنز عندهم ولا ما عندهمش سانيتيشن وعندهم ما عندهمش رانينج ووتر حاجات كتيره كده في الهاوزنج سيرفيز يعني. اوكي وين دان ساينتفكلي هدى الميقاتي ايه؟ لاست سنتنس وي كان ديفاين ذا ايرور تيرم يعني بنبقى نشتغل وعارفين المارج بتاع الايرور بتاع الايرور مارجن بتاعنا ايه؟ which in observational studies ما اقدرش اقول. انا عامل سامبل مظبوط واقدر اقول الايرور تيرم بتاعي. طيب. Resources طبعا a well designed sample survey can provide precise estimates of population parameters quicker, cheaper, and with less manpower than a census. فهوريكم دلوقتي ان في امريكا هم actually I know بيعملوا السامبل سيرفيز اللي بيتكلموا عنها دي رومني اوباما وبتاع ب 1360 واحد 200 مليون بني ادم بيطلعوا السامبل ب 1360 واحد وبيحسبوه على within plus or minus 3% ف at 95% confidence level فالجنراليزابيلتي عشان اقدر من السامبل دي اقول population as a whole requires randomization او a different kind of probability sampling هنجيله cluster و random و stratified وبتاع. ال cause and effect can be teased out when I can randomly select groups to different applications و controls لو عندي مجموعة كبيرة جدا. الراندوميزيشن دي مهمة قوي.
هنرجع تاني نلاقي ان مستر فيشر هو اللي ورا الحكايه دي. مستر فيشر على فكره ده ورا حاجات كتيره جدا، هنلاقي ان هو ورا الراندومايزيشن، هو ورا النال هايبوثيسيس، هو ورا الاف ستاتستيك بتاع فيشر، هو ورا حاجات كتيره قوي. فالاكسبيرمنتس which allow researcher او observation to control assignments of subjects to treatment groups are the best method of investigating causal relationships. انما كده from general observation is very difficult. هنتكلم على experimental designs دي بعدين. فكرتكم تاني، معلش انا الحته لازم نكرر فيها تاني. sample statistic بنحسبه. population parameter we infer من السامبل. It's not the same. والفرق ما بينهم لو الشغل اتعمل صح بنبقى عارفين المرج العلمي اللي احنا بنتكلم فيه بلس اور ماينس 4% بلس اور ماينس 2% بلس وات ايفر ات از، دي بنبقى عندنا الرينج ده. Again because that's how the system works. Please remember this diagram, it's very important. هنا we have a sample statistic and هنا we have a population parameter. That one is inferred. That's what statistical inference is about. Well, sample statistics, زي ما قلنا بقى انه الفرق ما بينهم it comes with an error term of plus or minus 3%. ف let's say يعني ايه الفرق بين we want to know the percentage of the voters that favor a new tax. The actual percentage in a population parameter will estimate of that percentage will be based on a sample. هنعمل sample ونروح نسأل الناس ايه رأيكم في الضريبة العقارية الجديدة، أو إنه يجوز نعمل ضريبة عقارية، أو عايزين نغير نظام الضرائب ونعمل ضرائب تصاعدية مثلا. وهتاخد اتيتيود سيرفي من الناس. لو ده اللي بطلعه إذا سامبل ستاتستيك. وعشان أوديه أرجعه تاني للبوبيليشن وأقول إن تلتين الشعب المصري موافق على الضريبة العقارية الجديدة، لازم أبقى عندي a level of confidence in how the sample was selected. How the questions were asked, how the survey was done. If they're done well, you get very accurate results. If they're done badly, you get very wrong results. Bad surveys make for bad estimates. Let's look at the Egyptian election. Before the first round, Adnan al-Futuh, Amr Musa, Mohamed Morsi, Din Sabahi, Ahmed Shafiq. After the first round, محمد مرسي، أحمد شفيق، حمدين صباحي، عبد المنعم فتوح، عمرو موسى. How come the estimate was so far off? Bad survey طبعا. بس يعني بقول لكم we're not the only ones who have done bad surveys يعني. This is a very famous picture سنة 1948. التنبؤات كلها كانت ان توماس اي ديوي كان هيكسب الانتخابات ضد ترومان، وطبعا ترومان كسب، صحيح كسب بشعره بس كسب. واتصور ترومان في هذه الصوره التاريخيه الشهيره لان شيكاغو تريبيون كان went to press قبل نهايه الانتخابات وكان السيرفيز كلها مديه ديوي الفيكتوري مارجن، فترتب على كده انه طلعوا المانشيت بتاعتهم دوي ديفيتس ترومان، لما اكشلي ترومان ديفيتد دوي، لانه كده الاستيميت كان اوف زي ما كان اوف عندنا في الحكايه دي. هو من سنه 48 دلوقتي اتحسنوا جدا بقى. عايز اقول بقى ايه ده السؤال. What does it mean to say the poll says 52% plus or minus 3% at 95% confidence level? What does that mean? What does it mean to say a statement that 52% plus or minus 3% at 95% confidence level? That is acceptable. هو 95% دي من اي نتيجه؟ بس احتمال
close, you're close. What we are saying in we estimate, our statistical estimate is انها الريزلت هيبقى 52%. مش بس we estimate that, we also estimate the error to be plus or minus 3%. ده معناته ان we expect the actual range to be between 49 and 55%. Number somewhere. And we have a confidence level of 95% ان the actual number هيبقى ما بين 49 و 55. That's exactly what it means. 52% there is the finding from the sample survey. The error term is related to حاجة بنسميها sampling error. The bigger the sample, the smaller the error becomes. بس مش بالصورة الناس متصور لها. يعني actually the gains by increasing the sample drop fairly rapidly. If the sample is scientifically done, بعد شوية it really does not make that much. يعني to get every additional reduction من ال 3% ل 2% ومن ال 2% ل 1% هتلاقي نفسك بتضاعفي السامبل جدا جدا جدا. يعني الشغل هيزيد اضعاف. في الاول ممكن from a very small sample تبقى الايرور تيرم 10% to a bigger sample تبقى 5% توصل للسامبل معين 3%. لو عايزه توصلي 2% السامبل هاز تو انكريس. هوريكم الارقام دلوقتي. فديس الايرور تيرم ده جاي is called a sampling error. على فكرة it's not the only kind of error in the survey. ده افتراض ان السيرفي اتعمل صح. انه مفيش biases. The way the questions were asked, the people you addressed, the people you selected in the sample, كل الحاجات دي بتزود الايرور. ده error related simply to the relationship between the sample size and the population size and the manner in which it was selected. هما دول. فده is a mathematical relationship ما اقدر اوصل له. ال 95 يعني اذا احنا بنقول ان we think the real value is not 52%. The real value is between 49 and 55. بس اعتدنا ان احنا نقدمها على المين فاليو بتاعتها وبنحط بلس اور ماينس ايرور من ناحيتين. Value is somewhere in between. عشان كده لما يقول لك اوباما از اهيد اوف رومني مثلا 47 to 45 وذ مارجن اوف ايرور اوف 3%. Nobody is ahead of anybody. لانه it's well within the margin of error. فيبقى بالتالي you cannot say ان ده فيها prediction خالص. ده we would call it a statistical dead heat. يعني لو عايز تتكلم مظبوط that's what you would say. In 95% confidence level بقى ده بقول ان انا عندي 95% chances ان الفاليوز دي ما بين 49 و55 are correct وانه real figures in the population with a 95% confidence level fall between 49 and 55. بره تطلع بره ده وبره ده. وعشان زي برضو اقدر اقلل الايرور تيرم 3% اقدر ازود ال 95 دي اخليها 99%. بس usually it is at huge added cost and effort. And that is why a good researcher, زي ما مفروض ان الواحد يختار التول المناسب. زي ما كنت بقول انا مش هجيب ليزر ميجرمنت عشان اقيس حتة خشب. انما برضو مش هجيب مسطرة عشان اشتغل على مايكرو تشيب. You have to choose the right tool. And the right tool for you, the surveys that you will do, includes deciding what you want to arrive at, how accurate you want these results to be, how important is it to have a huge ما فيش حاجة. Acceptable is what you say it is. It's acceptable to you. يعني هو المهم انا دلوقتي بعمل research انا بقول الايرور ده هيبقى acceptable لي or not acceptable to me. حاجات زي الاتيتيود سيرفي زي اللي بيعملوها على في البريفرنس بتاعت البولز بتاعت اوباما ومش عارف رومني والحاجات دي. دي حاجات متغيره. يعني الاسبوع الجاي المود هيتغير، الاخبار بتتغير. انا عايز اتجاه عام، عايز اشوف whether الابروفال ريتنجز ار جوينج اب اور جوينج داون، المارجن قد ايه، وهيتغير الاسبوع الجاي. طب
انا يهمني ابقى عندي حاجه تايملي وبعملها كتير واقدر اعملها كتير من غير بريفيرد، عن ان اعمل دراسه تفصيليه جدا وباي ذا تايم تخلص بعديها بثلاث اشهر هتكون الدنيا كلها اتغيرت واللي هنشره عنها مش هيبقى له اي علاقه بالواقع. ف what you choose, again you choose your instrument as an investigator, as the researcher, you choose the right instrument for the right job. This is absolutely essential. There is no perfect research design. There is no absolutely good or bad census or good or bad survey. في appropriate tools for appropriate questions. The judge is, well, مش بس انت بس البيرز بتاعك لما تقدم الريسيرش بتاعك في حته people will accept or reject or criticize الشغل ده. Sampling error زي ما قلنا calculated statistical imprecision. Margin of error provides an estimate of how much the results of the sample may differ due to chance. Well, confidence level says that we are confident the result is within this error term. بنجيبها ازاي الحاجات دي على فكرة؟ الحاجات دي بنجيبها in tables. زي فاكرين كده التابل بتاعت الكاي سكوير؟ في تابلز كده زيها نقدر نرجع لها. ودي in this particular case انا هوريكم مثلا هنعمل a particular study دي بالنسبه لامريكا target population of 200 million voters 200 million voters confidence level 95% ادي التابل بتاعته. Gallup poll is one of the biggest pollers وبتاع. وادي sample size. في هنا بقى البرسنتج اللي انا بقيسه كل ما يبقى صغير كل ما المارجن اوف ايرور بتبقى خطر فيه، كل ما يبقى كبير كل ما المارجن اوف ايرور بتبقى اقل فيه. انما عامه اقدر اقول ادي سامبل سايز من 100 الى 1000 وادي البرسنتجز. فانا عامه بنشتغل ما بين 30 و70% يعني موست اوف ذيس سيرفيز هيبقى مثلا اوباما رومني مش عارف 58 42 لا 52 48 يعني حاجات كده. في ويل سي هنا انه with a sample of 100 الايرور تيرم بتاعي مثلا near 50 هيبقى بلس اور ماينس 11. The sample of 250 it becomes 7. With the sample of 500 it becomes 5. 750 it's 4. 1000 it is 3. عشان انزل دي ل 2 لازم اوصل لاكثر من 1500. وعشان انزلها ل 1 هوصل ل 3000 وشويه. ف ما هياش بتنزل لينيرلي. Every time, every added bit of precision requires a much bigger jump in the size of the statistic. فانا هنا مثلا لو بشتغل ب 1000 وده is based على 95% confidence level اقدر اقول ان وديس از على فكره why practically كل الحاجات اللي بتشوفوها جايه من امريكا بلس اور ماينس 3% دي، لان زي ما انتم شايفين كده المارج بتاع 3% كبير قوي في الحته دي على ال 1000. وزي ما قلت لكم انا عارف انهم كانوا بيشتغلوا، سالتهم كان من سنتين كده قالوا بيشتغلوا بسامبل بتاع 1360 بيعملوا لهم انترفيوز وعندهم تليفون انترفيو سيستم وبتاع، في حاجات بتعمل مختلف. المهم في الحكايه دي ان انا بطلع الايرور تيرم بتاعي من التيبل دي. وفي ناس بنت التيبلز دي and you don't have to worry about how it was built. You have to understand how to use it. ايوه. انا هنا بتكلم على population size of 200 million 200 million sample of 1000. ولكن في علاقه ثانيه لما sample بيبقى صغير قوي الايرور تيرم دايما هيزيد فيه يعني. بس الايرور تيرم عشان يقل sample size has to grow very very considerably very considerably. يعني it's not linear. It's not كل ما تزود السامبل 300 واحد هنزل الايرور تيرم 1%. لا doesn't work that way. يعني العلاقه ما بين السامبل سايز هو صحيح
by increasing the sample size you reduce ال sampling error. ولكن خدي بالك, this is not the only source of error. There are many other types of error that creep in. نوع الأسئلة والطريقة اللي تعمل بيها وال selection of the sample والبايسز اللي موجودة في السيرفي والبايسز اللي موجودة في السامبل. ف the sample size well, sampling error is just one of the many errors that can creep into a survey. And you need to think about investing your effort and resources in controlling these other factors as well as looking at this one. فبنحسب ازاي 3% بتطلع من جدول زي ده. وفي جدول 99% confidence level وفي جدول 90% confidence level. That one is the 95% confidence level. وده ادي السامبل سايزز اهي من 100 ل 1000, وادي الرينج اوف برسنتجز ان ذا ريسبوندنس اللي هتجيلي, وادي الرينج اوف ايرور. فانا بروح لواحده منهم واختار, لو عملت سامبل 500 مثلا ورحت النير 50 هختار بلس اور ماينس 5%. لو عملت السامبل 1000 هوصل بلس اور ماينس 3%. That's how you get that number. وده بيبقى مرتبط بال 95% at the top. طبعا واضح انه اللي عمل الجدول ده, اللي عمل الجدول ده بيستعمل ايكويشنز معينه عشان يطلع الحاجات دي, بس ده مش مهم. انت تستعمل الجدول زي عمر لما ده صغير, انت ما تفتكرش كنا زمان بنستعمل حاجه اسمها اللوغاريتمات. طيب اشتغلت بجدول اللوغاريتمات, عمر ما حد قال لنا اقعد ابني جدول اللوغاريتمات من الاول للاخر, لا كنا بنستعمله كده. فوالنبي ايه, انت برضو تستعمل ده زي ما كنا بنستعمل جداول اللوغاريتمات, تستعمل الجداول دي وتقعدش تحاول تبني اللوغاريتمات لوحدك. يعني ممكن طبعا لو ده الفرع اللي انت عايز تتخصص فيه وتشتغل فيه, بس اساسا هي اتس افيلبل الحاجات دي. ان فاكت هقول لكم حاجه ثانيه, دي افيلبل اون كمبيوتر. ده هنا كنت بقول لكم ان السامبل سايز دروبس افتر 1000 ذا ديكريسز ان مارجنال ريتيرن از ايفن مور نوتس. يعني تو دبل ال 1000 ده يو جيت ا ماتش سمولر ريدكشن ان ذا ايرور ذان يو ديد فروم جوينج تو 500 تو 1000. يو جيت ا ماتش بيجر ريدكشن ان ايرور ذان جوينج فروم 1000 تو 2000 وهكذا. وبعدين هنا مثلا ده لانجر ريسيرش اسوشيتس امونج اذرز عندهم اي مارجن اوف ايرور كالكوليتر. في حاجات كتيره قوي يعني, الحاجات دي كلها موجوده كمبيوتر بروجرامز وموجوده جداول وموجوده ريسيرش. يعني يو دونت نيد تو وري اباوت هاو تو جيت ات, جاست نو ذات ات از افيلبل اند ذير. فدلوقتي when you see these results you know what it means, plus or minus 3% و at 95% confidence level. Usually the press does not report confidence level, it is usually 95%. يعني لما تقرا في الصحافه كده اوباما رومني مش عارف ايه, usually حتى لما بيقول لك plus or minus 3% it is at the 95% confidence level. كده convention يعني مش حاجه ثانيه. طيب نتكلم بقى, هقف هنا في اي حاجه قبل ما ننتقل بقى للسامبلز. دلوقتي هنخش بقى ازاي هنختار السامبلز بتاعتنا. اتفضل يا لا من السامبل من الالف او الخمسمائة او لا مش كده. يعني اذا الفيجر بتاعي, هرجعه لك تاني, نقطه كويسه دي. لو ايه مدى الثقه بتاعتي لما تبقى الريسبونس اكستريم؟ يعني لو انا عملت السيرفي بتاعي وطلع انه الناس قالوا لا 90% فور سمون و10% فور ذا اذر, it's a very extreme response. Actually, ال response ده ال factor of error فيه هيبقى أقل, لأنه واضح جدا إن في overwhelming orientation towards something. ولذلك لما تيجي تبصي هنا هتلاقي ده 2% وده 3% وبعدين بيرجع 2% تاني. إنما لو الحاجات متقاربة شوية هيبقى المارجن اوف ايرور بتاعتها اعلى. فهي في فاريابيليتي بالنسبه
للرينج بتاع الحاجات اللي انا I'm looking at و in relation to the sample size. الحكايه دي مش هتفرق كتير يعني لو كان 100 مليون او 200 مليون ما اظنش يعني انه هيفرق كتير في التيبل دي يعني انما لانه اساسا في statistical rule ثانيه بتقول انه الايرور تيرم ده ممكن يبقى عباره عن الستاندرد ديفيشن اوفر السكوير روت اوف ذا ان which gives you a chance of an error term which is independent of other variables. انما اساسا احنا نستعمل التيبل دي عشان نلاقي لما بنعمل الريبورتنج بتاعنا نقدر نعمل ريبورتنج للايرور تيرمز والتيبل ماشيه زي ما هنا برضو شوف يعني 2 3 4 وبعدين 3 2 ثاني وبعدين هنا فكل ما بيصغر السامبل كل ما الحته اللي فيها اللوست في الكونفيدنس ليفل بيبقى يعني في النص بيبقى اعلى من او الايرور تيرم بيبقى اعلى من الرينج وكل ما بتمشي كده اهوت بتوسع الحته اللي فيها الايرور تيرم ده. اوكي هنخش بقى على التايبس اوف سامبلز. What is a survey? Survey can be anything we want. Usually we rely on a questionnaire. Usually. Not exclusively. في observations كتيرة جدا. في tests ممكن تتعمل. اختبار طلبة. في tests, medical tests. في حاجات كتيرة جدا. It doesn't matter. The survey instrument. The instrument that I'm using can be a lot of different things. إنما بالنسبة للsocial sciences, a lot of it is done by surveys. We do not cover all the population, but بناخد sample. There are different ways of contacting the sample once I have a sample. وده is the subject of survey data collection. هنا بقى لازم ندرب ال observers ونعلمهم ازاي يروحوا يعملوا interview وندرب questionnaire ونعمل pre-test للquestionnaire ونشوف ال responses بتاعته ونقعد نصنفر ال ادوات بتاعتنا وبعدين نروح نطبقها في الاستادي. فدي لوحدها سيرفي داتا كولكشن ده جزء هيجي بعد كده. Survey sampling is the process of selecting a sample of elements from a target population. ايا كان التارجت population. والpurpose of sampling is to reduce the cost of the amount of work قلنا ده وانه السيرفي that measures the entire target population is called a census حتى مش لو census البلد كلها انما لو انا قلت دلوقتي انا عايز مسح شامل لكل اللي حاضرين هنا اهوت يعني امبارح مثلا انا عملت census لكل اللي حاضرين هنا اهوت عشان اعرف البيرثدايز بتاعتهم ولقينا 10 pairs matched ما انا كنت متوقع الاقي 4 5 لقينا 10 عندهم matches في البيرث طب عشان جبت البيرثدايز بتاعت الناس كلها that's a census It can be a census of 81 واحد. It can be a census of 81 مليون. It can be a census of الصين مليون مليار و 400 مليون. Census is simply meaning every person in the target population is fully queried. هنيجي بعد كده بقى السامبل. Samples are of two kinds. Non-probability samples and probability samples. The two big families كده. Probability samples و non-probability samples. شفتي بقى probability دخلت في كل حاجة ازاي؟ مفيش فايدة. هنقعد بالprobability. The non-probability samples, we do not know the probability that each population element will be chosen. أو بالأصح we cannot ensure that each population element has a non-zero chance of being chosen. The probability sample, each population element has a known chance, non-zero chance of being chosen for the sample. No. Definition Random is even more precise than that. إنما ال definition is إنه لو أنا استبعدت من الأول أجزاء من
البوبوليشن. وبعد I say I am in a non-probability sample situation. ليه؟ لأنه في مجموعات من البوبوليشن مش هيجي لها فرصة. يعني هديكي a very very good and straightforward and simple example بالنسبة لمصر. لو ودي بتختلف again remember the word target population does not necessarily mean the entire country. It can be محافظة. فاحنا بنتكلم بالحكاية دي. لو انا قررت ان انا هاخد محافظتين اسكندرية والقاهرة وبعدين هاخد محافظة الشرقية وهاخد سامبلز منهم and I want to say ان ده will represent مصر كلها, that is a non-probability sample. لأن استبعدت من البيس في الأول entire 24 محافظة من ال 27 محافظة استبعدتهم من الأول, they have zero chance of being included in the sample. ما فيش حد من عندهم being included. لو أنا عملت random sample لمصر كلها ممكن جدا إن السامبل كله يطلع من ثلاث محافظات دول. حدش قال ان الراندوم سامبل هيبقى فيه حد من هو كله لا يطلع زي ما يطلع. انما ما دام in the manner of selection ما كانش فيه bias و every possible element in the population had a chance of being included, يبقى ده is a proper probability sample. اوكي طب نون probability سامبلز بروز اند كونز. الادفانتج وده زي ما قلت لكم امبارح هتلاقوا نفسكم يمكن 80-90% ان لم يكن اكثر من وقتكم بتشتغلوا نون probability سامبلز. كونفينينس اند كوست. يعني للاسف ده جاب افكتس وحشه قوي في القرى. انا كنت بشتغل زمان في الحاجات دي في القرى حوالين سيرس الليان, مركز سيرس الليان بتاع الدراسات التربوية تبع اليونسكو زمان. كان في بقى اساتذه كبار قوي كانوا بيعملوا سيرفيز وبتاع. بس طبعا كونفينينس بتؤدي لانهم بيروحوا للقرى اللي حوالين المنطقه. فكنت الناس بقى اللي في القرى دي بقى have been studied again and again and again بقى من كميه الباحثين. فكنت تروح القريه من دول الفلاح يقول لك ده بري تيست ولا فاينل. من كتر ما اخذت على الباحثين اللي جايين من سيرس يتكلموا. فطبعا يعني يو جيت ذا فيو ان ذات جاي از نوت كوايت ريبريزنتيف للفلاحين بتوع مصر كلهم. وده بنسميه الايفكت بتاع البري تيستنج بس بنتكلم عليه. الديس ادفانتج ان وي كانوت استيميت the extent to which the samples are likely to differ from the population. If it's non-probability based, مش هعرف اطلع الايرور تيرم بتاعي. Only probability sampling methods can permit that kind of analysis. طب ايه انواع ال non-probability sampling؟ ال voluntary sample. Voluntary sample يعني ده بيحصل كتير قوي في دراسات كتيره جدا. بنبعت يعني دكتور سامح يفتكر احنا بعتنا لناس في دراسات على الاصلاح الاجتماعي وكنا بنبعت لعدد من الباحثين في العالم العربي واللي عايز يرد يرد. That's a voluntary sample. يعني الناس دي في سيلف سيلكشن. لما شيرين جعفر تكلمني تقول لي الفيزيتورز للمكتبه بيكتبوا سجشنز وانتقادات او بيملوا فورمز في حاجات معينه. في محلات كتيرة جدا يحطوا لك كده فورم واللي عايز فورم يملاها. طب الفورمز اللي اتملت دي بتاعت what kind of a sample is it? It is a voluntary sample, self-selected. People have كده من نفسهم قالوا انا هخش I have selected ان اخش في السيرفي ده وهكتب رأيي فيه. They are clearly not representative of those who did not. واضح ان هو ما دام هو بيختار ان هو اللي يرد على السؤال ده يبقى بالضروره ان هو مختلف عن اللي اختار انه ما يردش.
يبقى representativeness is lost على طول. انما you gain enormously inconvenience لما تكون حاطط كده كميه بتاع ده كيستيونيرات كده والناس خارجه تملى الكيستيونير، ايوه انبسطت من الزياره، ايوه مش عارف ايه وبتاع، لا ما انبسطتش، لا حقوقي اتغيروا مش عارف ايه، ويحطها وتتجمع الاجابات دي. It's very convenient, it's very low cost. وهاخد منها some insights. But I clearly cannot say ان مثلا لو عملت كده في المكتبه اقول ان ال population بتاعتي in this case اللي هو عدد زوار المكتبه ان ال responses دي are representative لزوار المكتبه. It is not representative. Self selection ده is a voluntary sample وبيبقى في فرق عن الناس الثانيه. ال convenience sample is basically people who are easy to reach. يعني مثلا اعمل انترفيو لكل الناس اللي قاعده في الفصل ده قدامي، او نعمل انترفيو زي ما بنعمل احنا في المكتبه، كنا بنعمل اتيتيود سيرفي، بس اتيتيود سيرفي كنا بنحاول نعمله زي سنسس يغطي الناس كلها. انما لو رحت انا اخترت مثلا والله انا ليا اتصال مع مش عارف مدرسه سان مارك جنبنا، فهروح مدرسه سان مارك وهعمل انترفيوز للطلبه هناك. Why? Because it's convenient. Aywa, I give up on certain things. What I need to know هنا is what I give up on مقابل ال convenience وال speed وال cost وحاجات كتير أوي. بس لازم المهم أبقى عارف what I'm giving up and how much I'm giving up and what I'm gaining on the other side. وneither of these whether a voluntary sample اللي بيملى الكيستيونير في المكتبه وهو ماشي او لو رحت سان مارك اقدر منه اقول اذا الاوضاع في مدارس اسكندريه كذا او اذا اراء الزوار بتوع مكتبه اسكندريه كذا. You cannot generalize from either of them. We have difficulty measuring ال bias or sampling error لانه ما فيش within it controls كفايه في الحكايه دي. انما اهم حاجه ان إذا كان الهدف الأصلي بتاع السيرفي إن أنا باخد سامبل عشان أرجع تاني أوصف البوبوليشن، فأي نون بروبابيلتي سامبل مش هقدر أوصف بيه الجنرال بوبوليشن. يا جماعة this is I don't know how to re-emphasize this. To generalize from a non probability sample is wrong. ولو عملته كده you will be criticized in any proper research journal. اللي يحصل تقدروا تقولوا ايه؟ تقدروا تقولوا والله ان احنا عملنا convenient sample، عملنا كذا، وصلنا للconclusions دي وبتاع، وادي الconclusions بتاعتنا. And we believe that these would not be very different from the views of the rest of the population. بس يفرق تقول كده وتقول ان these are representative of the general population. لو قلت representative of the general population ال peer reviewer هيرفض الريسيرش فور بابليكيشن على طول. ال نون بروبابيلتي سيرفي سامبلز ناس كتير يقول لك طب بتعملها ليه؟ لا بعملها زي ان اكسبيرمنتال كونديشن. بقراعي وبشوف وبعمل تجربه و I will draw conclusions of a different kind. وهنا بقى if you say that you're doing that and you're not going to try to generalize the population بقى هنخش على اسئله تانية بقى هي اللي بنسميها الانترنال كونسيستنسي بتاع الشغل بقى. والجنراليزابيلتي دي من السيرفي سامبل او الاكسبيرمنت اللي بعمله للتوتال بوبوليشن ذات از كولد اكسترنال فاليديتي. وانما في بقى انترنال فاليديتي، ام اي دروينج ذا رايت كونكلوجنز؟ الكورليشن والكوزيشن دي انا ما قلت حتى من سامبلز از ذات a correct conclusion ولا مش correct conclusion. ده بقى ده دي حاجات internal بقى داخل التجربه، هل الداتا بتاعتي والانسترومنتس بتاعتي تمكنني ان اوصل للconclusion دي ولا لا. ده غير ان اقدر اقول ان الconclusion دي also applies to the total population. ايوه بتاع اسكندريه كلها بقيه المدارس،
فthat would be a good generalization لان السامبل منها. انما على مصر مش هقدر. هل على اسكندريه كمان هيبقى ما اقدرش برضه؟ مع اسكندريه برضه ما تقدريش لانهم they were not chosen on a probability basis. واخدين مدارس الحكومه بس مش واخدين. لا مش غير مدارس الحكومه بس. مدارس الحكومه اللي انت اخترتها ما اخترتهاش بالطريقه ان انت مثلا عملت لسته بتاعت كل مدارس الحكومه اللي موجوده في اسكندريه وبعدين اخترت من جوه الليسته دي based on a random number generator وتقول هروح المدرسة دي وهسيب المدرسة دي ودي وهروح المدرسة دي إلى آخره. But it's still a convenience center that cannot be generalized. It cannot be generalized اسكندرية. لأنه أنت وهقول لك ليه؟ أنت تعاملتي غالبا مع المدارس اللي عندها استجابة أعلى. طيب يبقى دول by definition they don't represent الناس اللي عندهم استجابة أقل. ما هو ده زي الـ الشخص اللي مضى السجستشن شيت وهو خارج عنده استجابه اعلى. طيب he does not represent الشخص اللي عنده استجابه اقل. فالبوبوليشن كلها الصفه بتاعت البوبوليشن كلها فيها اللي بيستجيب وفيها اللي ما بيستجيبش. فانت بتشتغلي مع اللي بيستجيب اكتر. فنبص في هذه الحاله على الانترنال كونسيستنسي بتاعت الكونكلوجنز اللي بتطلعيها ان وجود الساينس كلابس دي هتؤدي الى تحسن. يعني مثلا a very nice survey research that we could do ان the students who participate in science clubs perform much better at their science classes than students who don't. And you can do that based on your survey. في second problem, can you attribute that to the activities of the science club? Yes? No? ايه مش لازم نقول هي اللي اثرت او مثلا في الساينس كلوب ده بيعملوا حاجه زياده او هو الولد نفسه بيحب الساينس اوريدي ف ممكن كل الاسباب دي ممكن انها تبقى فاكتورز. كل الاسباب دي ممكن تبقى فاكتورز. طب عشان اطلع بقى الفاكتورز دي من بعضها لازم اعمل ايه بقى؟ هنا بقى هنخش في الاكسبيرمنتال ديزاين. لازم اعمل اكسبيرمنت. The only way you can establish causality is through a carefully controlled experiment. Research is a carefully controlled research. The experiment is a very generic term. يعني مش اكسبيرمنت معمل يعني. عايز وده الجزء اللي هنجي له بعد كده. يعني خلينا بس في السامبل سيرفيز عشان السلكشن اوف داتا. في سامبلز ثانيه non-probability samples, judgment samples. أنا بقول أنا عايز والله أنا هختار الدكتور أيمن ودكتور سامح وفلان ورانيا البهتيمي وطارق ياسين وأقول لهم عايزكم to fill in this questionnaire. This is a judgment sample. It's based on my judgment. How did I select this sample? My judgment. It's called a judgment sample. وممكن انا وقتها اقول ان انا I think ان these are representative. هديك امثله تستعمل دي ازاي. تقول والله شوف احنا عايزين ناخد اراء مجموعه من الستاف. وعلى فكره we frequently do this in focus groups. بتيجي تعمل focus group for a program بتقول طيب والنبي نجيب فلان وفلان مثلا from the support staff وفلان وفلان دول من housekeeping staff وفلان وفلان من الناس اللي بيشتغلوا في الاكسترنال ريليشنز وفلان وفلان من الناس اللي بتشتغلوا في الاي تي وفلان وفلان بيشتغلوا مش عارف ايه ونجيبهم كده سوا وعايزين نعمل فوكس جروب ونشوف الاجابات بتاعتهم على الحاجه اللي هنوريها لهم دي تبقى ايه. This is a judgment sample. و I can say my justification for representativeness of these people والله الناس دي قاعده في different locations في المكتبه وبالتالي انا عايز الناس دي معايا واسمع رايهم لان ده مشاكله شكل وده مشاكله شكل تاني فالريسبونس بتاعهم للبروبوزل هيبقى مختلف فايتس فوكس جروب قبل ما بلور البروبوزل بتاعي. سي وات اي مين؟ ذاتس جادجمنت سامبل. ما ورتش بقى عملت لسته بتاع كل الناس اللي بتشتغل في الهاوس كيبنج وكل الناس اللي بتشتغل في مش عارف عمال في الاداره الهندسيه وكل اللي بيشتغلوا مش عارف في الاي تي وبعدين عملت لهم راندوم سيلكشن. ما عملتش حاجات كده.
I use the judgment. This is judgment samples, and they are found in many things, and I can explain why I chose what I chose. المهم في الحاجات دي كلها ما فيش perfect design or bad design. It requires your judgment depending on the problem you are dealing with and how much effort you think it is worth investing in it to find a reply. في حاجة بقى اسمها snowball samples ودي تنطبق علينا رغم ان احنا ما عندناش snow. Snowball is an expression وهي ان بنقي مجموعة من الناس واديهم ال questionnaire واقول له نبي كلم اصدقائك وخلي املا لي شوية زيادة واطلب من كل واحد منهم انه يروح يكلم مجموعة تانية من اصدقائه ويجيب لي additional members. That's what we call a snowball sample. طبعا it's non probability sample. Basically, you start with target population. Is rare member of the target population recruit other members. This is مثلا common لما بنعمل حاجات دراسات مع باحثين. عايزين نعمل سيرفي للباحثين. اكلم كل واحد من الباحثين اقول له نبي كلم لي ناس زمايلك شوف ان عايزين نزود العدد اللي اشترك معنا في الحكايه دي وهو يكلم والناس تكلم الناس الثانيه وهكذا. That's why we call it a snowball. And a snowball وهي بنزل على الجبل بتزيد بتلم تلج زيادة وهي ماشية كده وبتزيد حجما عشان كده بنسميها snowball sample. Quota samples. Quota samples are not probability samples. You designate a number of people for particular characteristics. It is done very frequently in market research. أنا ما يهمنيش التوتال بوبوليشن، أنا يهمني الكوفي درينكرز. عايز أجرب عليهم a new brand of coffee. عشان أجرب a new brand of coffee I don't give a damn الناس اللي بتشرب شاي ما تهمنيش. أنا عايز الناس اللي بتشرب قهوة لأن هم اللي هيشتروا البرودكت بتاعي. يعني I'm just using that to show you it's not good or bad. It depends what you use it for. المسطرة في حاجات كتير لما تشتغل مع نجار على حجم الرف احسن من انك انت تجيب جهاز ليزر ومش عارف ايه وتتعب في انك انت تجيبها من you don't need it. It's the right tool for the right job. Convenience sample بقى is composed of whatever بقى الواحد بيختار as a convenient easily accessed to fill out the survey بتاعي. ده ال non-probability types اللي عندنا. انا بتنبأ ان 80% من شغلكم ان لم يكن 90% هيبقى في النون probability samples. probability samples بقى كتير على فكره ماهيش بس واحده انما they are the only ones whose results can be generalized to the entire population. entire population هنا means whatever the target population is. مدارس اسكندريه مثلا is a population. الناخبين في مصر is another population. يعني وهكذا. Random sample. أيوة. No they're not. ال quota is determined by a quality in the respondent. يعني أنا بقول إنه أنا عايز category of زي ما قلت لك المثل coffee drinkers. فهروح عند البرازيليان كوفي ستورز واشوف مين بيشتري كوفي واسالهم واقول لهم طب دوق ده تعرف بتشوفوها كتير ساعات في الشوبينج سنترز طب دوق البتاع ده ولا لا. انا ما يهمنيش تي درينكرز انا بهتم بالكوفي درينكرز عشان عايز اجرب نيو كوفي درينك ولو لقيت جود ريسبونس عندهم يبقى البرودكت بتاعي هيبقى عنده جود شانس تو بينتريت ذات ماركت. انا بعمل كوتا هنا بعمل كوتا. It's a different kind of sample. زي مثلا اقدر اقول لا انا هعمل كوتا سامبل داخل المكتبه وهجيب من كل اداره ثلاثه. It's a quota. الصفه ان لازم يبقى من كل اداره ثلاثه. في فرق غير ان انا لما اقول انه لا انا عايز اطلب من سامح وعزه والدكتور مجدي والفت انهم يردوا لي على السؤال ده. ده بقى هنا that's a judgment sample. In the judgment I have to say why I selected these people.
انما الكوتا يو كلاسيفاي الكوتا الاول بتبقى واضحه. اوكي راندوم سامبلز بقى. الراندومايزيشن دي از اكستريملي باورفل. صديقنا الاستاذ رونالد فيشر راجل عظيم جدا جدا، ومن غيره ما كانش بقى فيه مودرن ستاتستكس اظن. الراجل هي عمل حاجات كتيره جدا، انما بالذات قضيه ان ذا بيست واي تو بروفايد سمثينج ذات ريزمبلز التوتال بوبيليشن از راندوم سيلكشن. بس الراندوم سيلكشن دي فيها ستريكت رولز. بس انا للاسف الترجمه العربيه بتاعتها العينه عشوائيه بتدي الناس كده شعور ان عشوائي بقى اي حاجه كله يمشي. لا، عشوائي دي very rigorous، والا you cannot say انها عشوائي. من الحاجات is to extract the table، في tables of random numbers they used to look like that. اظن دلوقتي بقت كله كمبيوترايز، ما بقاش حد يرجع لجداول random numbers. ده لما اتعلمنا احنا كنا بنشتغل باللوغاريتمات وبالجداول of random numbers وبتاع. These are random numbers generated in a special way by random number generators، بحيث ان ما فيش pattern فيهم that you can depict، فتمشي على الحاجات دي وتستعملهم in selecting من a population sample. The different kinds of sampling، the probability sampling، the simple random sampling which is not simple in the manner، simple random sampling، stratified sampling، cluster sampling، multi-stage sampling، systematic random sampling. simple و systematic random sampling are different. دول اساسا ايه؟ كلهم زي ما قلت they are generalizable. كلهم ما عملتش شغل الدكتور فحام. لازم اعمل شغل الدكتور فحام زي في الاول انه نقفل الموبايل. ال كلهم كل دول you can generalize to the population. إذا اتعملت صح you can go back and generalize to the population. دي أهم صفة فيهم، يشتركوا في هذه الصفة. الـ simple random sampling، افترض عندي population فيها capital N objects، و objects ممكن تكون مدارس، ممكن تكون أفراد، ممكن تكون أي حاجة. The sample consists of N small N objects. If all possible samples of N are equally likely to occur, the sampling method is called simple random sampling. الجملة دي تبان بسيطة بس نقعد كده إيه، عايزة خمسة تفكير. يعني هنعملها بطريقة بسيطة جدا. لو أنا عندي تخيل كده عندي كوتشينا فيها 13 ورقه من الايس للكينج ان وان سوت، كويس، وبعدين باخد سامبل 3 من ال 13 دول. What I'm saying here in every possible combination of 3 cards drawn from those 13 cards has an equal chance of being selected. وأيا طلعوا الثلاثة دول they are the random sample. فده the meaning of the term إنه every possible combination of ثلاثة become a random sample. Usually selection is done by a lottery method or using a table of random numbers اللي وريتها لكم دي or a computerized random number generator. موجوده كتير قوي الحاجات دلوقتي، ممكن الكلام ده يطلع كله، ولكن اساس فيها انه every possible way combination must have an equal chance، والا ما يبقاش a simple random sample. ايوه عشان اقدر اقول ان العينه دي عشوائية، عينة random sample، simple random sample،
لازم اضمن ان هذا السامبل is selected in a way in every other possible sample has had an equal chance of being considered. يعني مثلا هدى لما بتتكلم انا بشتغل في 200 مدرسه. ايوه بس 200 مدرسه دول جم ازاي؟ دول المدارس اللي قالت انا مستعده اتعاون معاك. طب دول مش هم دول اللي يمثلوا اي حاجه. انا عايز امسك كل المدارس اللي في اسكندريه واختار 10 مدارس مثلا، وفي الطريقه اللي اخترت بيها ال 10 مدارس دي اقدر اضمن ان اي 10 مدارس، اي كومبينيشن اوف 10 مدارس كان عندها an equal chance of being selected. بما فيها ناس يعني طلع مثلا عندي مدرسه A B و C و D ممكن ان كومبينيشن ثانيه تبقى A و Z و 34 ومش عارف ايه. This is another combination. In every one of those combinations have had an equal chance of being selected. وايا كانت النتيجه بعد كده بتبقى اوكي. يعني حتى هضرب لكم مثل تاني. افرضوا ان انا ببص على ناس بتشتري عربيات، وعندي اربع انواع عربيات مثلا، فلنفترض عندي تويوتا ومرسيدس ومثلا هيونداي و لا لا سوري نعم قلت رينو. كويسه انت عندك رينو الظاهره. ورحت للناس دي كلها ولقيت ان انا قلت ان انا هاخد سامبل بتاع 400، ومن ال 400 دول انا عايز اضمن انه هاخد 100 من كل واحد من ال 400 دول، من الـ رينو ومن المرسيدس والبتاع، وهختار كل مجموعه منهم راندوملي within الألف واحد اللي بيشتروا رينو وال 800 اللي بيشتروا هيونداي وهكذا. This is not a random sample. ليه it's not a random sample؟ عشان combinations that would totally exclude Mercedes or Renault do not have a chance of being selected. It's a form of quota sample. Even if it is random within the quota. إنما ما اقدرش أقول بعد كده إن this represents all the buyers of cars. You have to give every possible combination a chance, equally chance, عشان تعتبر random. ولما تتواجد هذه الصفة بتنطبق عليها certain probability rules و certain statistical rules، وهي بتمكنني بعد كده إن أعمل certain observations على the total population based on how this was selected. في بقى stratified sampling. Stratified sampling ده مهم جدا. ده بنقسمه إلى groups based on some characteristics هنسميهم strata. وبعدين زي مثلا نقدر نقول إيه الفصل الأول الابتدائي والفصل الثاني الابتدائي والفصل الثالث الابتدائي، ودول كلهم strata. وبعدين within each group a probability sample usually a simple random selection of طلبة من داخل السنة أولى ابتدائي ومن داخل سنة ثالثة ابتدائي we select them. فدول بتبقى مفيدة. يعني this is a very useful way of doing it. بس generalization بتاعتها عايزة تتحسب بشكل تاني. You can generalize to each stratum alone and then you would have to do a counterweight and counterbalance design عشان توصل للtotal generation. فهنا مثلا بلد برضو نقدر نعملها جغرافيا. يعني الواحد يقدر يقسم حاجات for الstratum على اساس ان في صفات بتضمهم في الstratum في المواد. كلاستر بقى مختلف. كلاستر سامبلينج يعني نيجي في مكتبة اسكندرية هنا نقول عندنا 200 وحدة. كويس 200 وحدة في مكتبة اسكندرية. كل واحدة من دول is a cluster. فأنا هعمله هختار الوحدات in a random fashion. طلع لي مثلا 30 وحدة. وال 30 وحدة دول
هعمل 100% انترفيو في كل واحده فيهم. فنقول مثلا هم 30 في 550 واحد. It is not the same عن اني اخد a random sample بتاع 150 staff member في المكتبه. It's a cluster sample. It's okay. كل ده اوكي. يعني again مش عايز اقول لكم ان ده is no good وده is good. لا، هو it's good for different things. Different tools for different things. ما تفترضش من الاول انه كل حاجه يا صح يا غلط. ما فيش يا for what. What purpose do you want to use it for? How you apply the purpose? What conclusions you draw? How far you can generalize the conclusions? هو ده الاساس بتاع هذا النوع من العمل. Multi-stage sampling ده ان احنا بنعمل combinations of these things. We use a cluster sampling to choose clusters, وبعدين in stage 2 use simple random sampling to select a subset of elements. وبعدين داخل ده نقدر نعمل either a complete random sample او وحدات كبيره او نعمل حاجه ثانيه. السيستماتيك random sampling بقى مش simple random sampling. Systematic random sampling is slightly different. ده ان انا باجي مثلا لو عندي من عند البيرسونيل ديبارتمنت مثلا كل الستاف بتاع المكتبه مكتوب 1 2 3 4 كده لغايه 2400 واحد، وراندوملي اي سيلكت اي نمبر زي مثلا نقول يطلع 8 او 5 او 7، هعد 1 2 3 4 5 وصلت الخمسه، اي تيك ذيس نيم، وبعدين همشي 1 2 3 4 5 اللي بعديه تيك ذات نيم، 1 2 3 4 5 was selected randomly. I apply it systematically the population as a whole. It's called a systematic random sample. We select every kth element provided that the first k element of the population the first simple element ده متاخد random، يعني من اول 10 كده هشوف اول اسم هيطلع random selection. من بعد كده بقى هو طلع السادس مثلا، يبقى هاخد كل سته بعد كده وامشي عليهم لغايه ما اوصل للاخر. والله السته جت ازاي؟ هي جت random. وبالتالي this is known as a systematic, it's not a simple random sample, systematic random sample. It's different but it is still considered a random sample لانه every element has had an equal chance of being included. زي ما بقول لك كده. لانه دلوقتي you don't know. لا ما فيش كاتيجوري. لا مش كاتيجوري. لا ده مش كاتيجوري مش نمبر. يا استنى يا عمر، انت اخترت in a random way الرقم ده random. الستة دي او سبعة او ثلاثة طلعت random. كويس. بعد ما طلعت random هو كان ممكن تبقى اي رقم تاني، طلع الرقم ده random، رحت مطبقه systematically على الباقي، كان ممكن يبقى رقم تاني، وبالتالي everybody else اللي كان هيبقى على السبعات ولا الستات ولا الثلاثات ولا الخمسات ولا التسعات ولا كان عنده equal chance ان يبقى included. بس it's not a simple random sample اللي هو بيشتغل اساسا على lottery method، ده بيشتغل بشكل تاني. كل الانواع السامبلز دي you can generalize to the total population. You can generalize to the total population from all of these with certain techniques and caveats. نعم. صغير، هو بالنسبه للليست اللي عندي حضرتك قلت دلوقتي مثلا فور اكزامبل انا حاطه اسماء كل الناس الستاف اللي في المكتبه واخترت في سيستماتيك سامبلينج رقم خمسه راندوم سامبلينج. سيستماتيك الخمسه دي ما اعرفش تطلع منين. اي حد؟ لا ما انا اخترت الخمسه، يعني الرقم ده اخترته راندوملي. راندوملي اه. طيب هيفرق لو مثلا الليست ديت محطوطه بطريقه الفاباتيك اوردر او الليست ديت بطريقه ثانيه؟ يعني مفرقش. لا الليستنج نفسه هيختلف في الريزلتس؟ لا الحاجه اللي انا هختارها. ما هو مش هيختلف لانه ايفري بودي هاز هاد ا تشانس اوف بينج. اه طالما التشانس موجود خلاص. هو اساسا هو تشانس، هو يعني اي دونت اكسبكت انهم ذي ويل بي انكلودد. I'm not trying to build a representative sample. I'm trying to build a random sample. A way, one of the ways of building a random, if I have a full enumeration, زي مثلا كل الامبلويز بتوع المكتبة، ممكن البيرسونال يدينا لستة
من 1 ل 2300 مش عارف كام 99 ولا اللي هم يقولوا، بس عندنا الليسته دي كلها. طيب هختار راندوملي اي نمبر واروح مطبقه، وبعد كده ما دام دخلت مثلا فنفترض ان هو 7، اوكي هاخد نمره 7 ونمره 14 ونمره 21 وبتاع. It could have been نمره 5 ونمره 10 ونمره 15. It could have been نمره 3 ونمره 6 ونمره 9. ف everybody has had an equal chance of being selected. The selection method, since it started randomly, it's systematically applied. بنفرق ما بين التكنيك ده والتكنيك التاني، ده بنسميه systematic random sampling، التاني بنسميه simple random sampling. هي بتعملي كذا حاجة في بعض، يعني زي مثلا ان هعمل clusters زي ما قلت لك، مثلا افرضي انا بعمل هقول وحدات موجودة في المكتبة او مدارس موجودة في اسكندرية، كويس؟ كل مدرسة تعادل كلاستر فيها عدد من الطلبة، كويس؟ فاللي انا هعمله هختار المدارس دي through a random sample من المدارس. يبقى انا بختار المدرسة مش بختار الطلبة. وبعدين بروح in stage 2 داخل الكلاستر بعمل sampling للطلبة اللي جوه المدرسة. المدرسة فيها 800 طالب ولا 1000 طالب مثلا، هاخد منهم 70 80 اللي هو يعني العينة اللي هاخدها منهم. فده يعتبر ان ده مالتي ستيج. نعم. لا لا اتس اوكي. لا انا لما بعمل الاستراتيفاينج بعمل ستراتا وبغطي كل الاستراتا. لما بعمل كلاسترز لا، يعني بغطي الاستراتا ار كاتيجوريز، يعني for which I want to go هاخد من كل استراتا. والرينج اوف استراتا هو اللي هيديني الكفرج بتاعي. هنا انا بقول لا، انا هختار كلاستر من الكلاسترز هختار حاجه، وبعدين هروح جوه الكلاسترز واختار تاني. ولو ده بسميه مالتي ستيج. لو عملت كلاستر سامبلنج لوحده، كلاستر سامبلنج يعني انا باخد الكلاسترز وبعدين جوه الكلاستر بغطيه كله. بس الراندمايزيشن از اون ذا كلاستر مش اون ذا فاينل بيرسون. المهم ده تقدروا تقروه بعدين، انما الفكره الاساسيه ان التكنيكس دي ما دام they are probability based I will be able to calculate errors and probabilities and generalize. If they are not probability based my ability to generalize will be almost nil. زي ما بقول كده الواحد يكتب بيقول we believe in this is representative. بس you can't say this represents the conditions in Egypt or in Alexandrian schools or in whatever with a plus or minus error term of so much. You can't say that. لا في وفي على حسب بيعملوا ايه. انا بكلمك على ال different groups have different techniques. او في عندك جروبس كتيره، جالوب وسي ان ان ومش عارف ايه وبيو وبتاع، كلهم بيعملوا بولز وكلهم لهم تكنيكس ولهم السامبلز بتاعتهم بيشتغلوا عليها. بيستعملوا random sampling they can generalize على population. بس if they don't if they use convenient sampling او non صح you cannot طبعا they cannot generalize but they do generalize. لا بس they don't use convenient samples. They hire a lot of very good statisticians to help them on these things. لان this is their bread and butter يعني فهم بيعملوا يعني عايشين على انهم يقولوا الكلام ده. وفي consulting firms that do nothing but that. ف they have very good statisticians to do these things. وهديكوا examples لما هنتكلم على ال survey bias. هديكوا examples على how biases تيجي precisely from this. يعني مثلا لو جيت في دولة وعملت تليفون سيرفي، not everybody has a telephone. ف even if I've selected randomly within all the telephone numbers I've excluded a number of people who don't have telephones and so on.
فانا عايز خلصنا الحته دي، ف هنخش بعد كده في هاو تو دو ات، بس انا بتهيألي كده نقدر ناخد بريك دلوقتي ونديكوا فرصه كده تهضموا شويه وتاخدوا فنجان قهوه ونرجع تاني.